إلى ذلك، عقد معالي وزير الخارجية اجتماعا مع معالي السيد نيكوس كوتزياس وزير خارجية جمهورية اليونان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على أهمية ضمان التنسيق بين البلدين حيال هذه القضايا في مختلف المحافل، بما يدعم جهودهما لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.